ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. نعم، كل الأشياء مكتوبة في اللوح المحفوظ الذي أمر الله القلم فكتب فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. كل شيء مكتوب ومقدر ومحدود ولا بد من وقوعه في وقته، ولكن أنت مأمور بفعل الأسباب، لا توقف وتقول أنا أتوقف مع القضاء والقدر، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز أبدا، إلا إنسان ما هو بعاقل. أما العاقل فلا يمكن، ما يمكن أنه يجلس ويعطل الأسباب ويقول المكتوب بيحصل. هنا شيء مكتوب إذا فعلت السبب، أما إذا لم تفعل السبب فلا يحصل لك شيء. لو لم تتزوج ما جاك عيال، ولا خلك ما لا تتزوج، قل إنسان الله كاتب العيال بيجون، ما يجيك شيء بدون زواج سبب، كل الأسباب كذا. فأنت أيها العبد عليك فعل السبب، وأما النتيجة فهي عند الله سبحانه وتعالى، ولا تأسف إذا لم تحصل النتيجة، بل ترضى بقضاء الله وقدره، قدر الله وما شاء فعل، وربما يكون هذا خيرا لك. نعم، لا تكره. نعم.